أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صيام عشر الحجة سنة؟ لأن هناك من يقول إن المواظبة على صيامها كل سنة لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلتكم كم مرة، هؤلاء مخذلون، همهم التخذيل، وأن الناس ما يعملون شيء، كل شيء ما هو صحيح، وكل شيء ضعيف، وكل شيء ما له كيف. هؤلاء مخذلون ومرجفون، فلا يلتفت إليه. صيام عشر الحجة مشروع مستحب، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح يشمل الصيام، لأن الصيام من أفضل الأعمال، فهو داخل في هذا الحديث الصحيح. وثانيا، ورد عن الرسول المصطفى صام عشر الحجة كما ذكره صاحب المنتقى في مجلس ابن تيمية في المنتقى، نسبه إلى بعض أصحاب السنن أن الرسول صام هذه العشر. ولو لم يثبت الحديث فدخول هذا في العموم، ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله هذه العشر، يثبت فيها الصيام لأنه عمل صالح. لكن هؤلاء كسالى ويريدون أن يخذلوا الناس عن الأعمال الصالحة، فلا يلتفت إليه. نعم.